بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراح الدارين آمين. المجلس الثالث بعد 300 من صحيح مسلم في آخر فجر من شعبان، وفجر غدا إن شاء الله يكون أول فجر من رمضان، وكل عام وأنتم بخير. سنة 35 و400 ألف من الهجرة النبوية الشريفة، يوم السبت. الباب الثالث من الكتاب 35، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان. باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. ذهب المالكية إلى كراهة أكل كل ذي ناب وكل ذي مخلب بغير تحريم، الكراهة فقط. المالكية قولهم يختلف عن الجمهور في هذه المسألة. الجمهور جمهور الفقهاء وهم الأحناف والشافعية والحنابلة وكثير غيرهم، ذهبوا إلى حرمة كل ذي ناب ومخلب من السباع والطير، يعني الحيوانات المفترسة تحرم أكلها، يحرم أكلها. إلا المالكية ذهبوا إلى كراهة أكلها. لماذا يا مالكية؟ قالوا لقول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وإلا لغير الله، قل لا أجد فيما أوحي إلي، فلم يذكر فيها ذي الناب ولا السباع. فرد عليهم الشافعية وقالوا: هذا في بيئة العرب. ثم جاء الحديث فحرم ما زاد، وبالتالي الدلالة من الحديث على التحريم، والآية لا تقول أنه وقف التحريم مطلقا على هذا، أي لا أجد فيما حرم عليكم الآن، فهمت؟ لكن بعد ذلك حرم عليهم أشياء أخرى غيرها، كما حرم عليهم مثلا صيد البر وما دام حرم ولم يذكر في الآية، فهم؟ يبقى الآية لا تقصد الحصر. وبالتالي ذهب الشافعية إلى تحريم كل ذي ناب ومخلب وليس إلى الكراهة كما ذهب المالكية، والراجح التحريم. والمالكية من حيث العمل لا يأكلون أيضا الحيوان المفترس، بالرغم أن في مذهبهم مكروه، حيث العمل يشبهه لكن دي مناقشة فقهية، لكن ما راحوش مثلا اشترى أسد وكله واحد ملكي مثلا، أو يجيب لك نمر يقول لك أنا هاكل النار ده نمر، إيه رأيك؟ ما حصلش، فاهم؟ ما بيعملوش كده، لكن دي مناقشة فقهية، إن ده ثبت النهي عنه بعد الآية يبقى يثبت الكراهة ولا يثبت التحريم، والتاني يقول لك لا، الخبر من السنة إذا صح يثبت التحريم كالقرآن سواء بسواء، فاهم؟ بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 97 بعد 5000، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع. زاد إسحاق وابن أبي عمر في حديثهما، قال الزهري: ولم نسمع بهذا حتى قدمنا الشام. يعني كأن الحديث ده والخبر ده ما كانش منتشر، ما سمعوش عنه إلا لما، لأن بعض الصحابة سمعوا أحاديث والبعض الآخر لم يسمعها، ولم تكن هناك تدوين للسنة، وبالتالي قد تغيب بعض الأحاديث عن البعض الآخر.
والنهي حقيقة للتحريم. أما نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم يعني تحريما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ انتهوا عما نهيتكم عنه وأتوا مما أمرتكم ما استطعتم. شايل كده صلى الله عليه وسلم، انتهوا عما نهيتكم عنه وأتوا مما أمرتكم ما استطعتم. ففي جهة الأمر نفعل ما استطعنا، أما في جهة النهي فنلتزم ونمتنع، لأن الترك لا كلفة فيه، مفيش تكليف للترك، مفيش تكليف يعني مفيش إيه جهد، يعني إن أنا أترك ده ملهاش جهد، إن أنا بأفعل فيها جهد. والناب من السبع كالظفر للإنسان، يعني الناب والمخلب، الناب والمخلب في السباع والجوارح كالطيور الجارحة كالظفر من الإنسان. كويس، يعني معناه كل حيوان مفترس يأكل اللحوم ويفترسها من أجل أن يأكل اللحوم، يبقى أكل اللحوم المفترسة، الحيوانات المفترسة أكلت اللحوم يحرم أكله. واضح. والعجيب ان لاحظوا ان اللي بياكل الحيوانات اللي بتاكل اللحوم بيجي لهم مرض يسموه ايه؟ جنون البقر. يعني برضو ثبت الضرر في اكل الحيوانات المفترسه. لما اطعموا البقر في اوروبا الدماء في الاعلاف واطعموهم بعض الحيوانات النافقه يعني التي ماتت فجعلوها في اعلافها، ظهر مرض عجيب للي اكل هذه الابقار فسموه مرض جنون البقر. ويمكن احنا سمعنا عنه من عده سنوات، انتشر في اوروبا، فدل على ان اكل مفترس اللحوم يؤدي الى مرض يسمى جنون البقر كان لا يعرفه الناس. يبقى ربنا لما بيحرم علينا شيء يحرم علينا للضرر حتى ولو لم نعلمه، ولو لم يكن هناك ضرر نحن لا ننتظر معرفة الضرر، نحن نتعبد الله. فإذا حرم علينا شيء نقول سمعنا وأطعنا حتى ولو لم يثبت ضرر. ليه؟ لأن في علة تعبدية، لكن أحيانا تظهر لك الحكمة. فهنا ظهرت الحكمة ولكن بعد قرون عديدة من أكل الحيوانات المفترسة، أنها تمنع من ظهور أمراض كجنون البقر وغيرها. جينا على الفيل، طب هل يجوز اكل الفيل؟ الفيل ليه ناب مش كده برضو؟ الكل دي ناب، فاختلفوا في الفيل هل علة حرمة اكله وجود الناب؟ اصل الفيل عجيب ليه ناب ولكن لا يفترس به، لان الفيل حيوان عشبي يأكل الاعشاب، والناب هذا للدفاع عن نفسي بس، لكن هو لا يقتل به ليأكل. واضح؟ فالفيل حيوان عشبي يأكل الاعشاب زي البقر كده تاكل الاعشاب، وزي الغنم ياكل الاعشاب والنباتات، فهل يجوز اكل الفيل ولا لا؟ اختلفوا. والراجح عندنا انه يحرم لا لكونه له ناب ولكن لاستقذاره، لانه مستقذر. اما تيجي تقطع لحم الفيل كده تلاقي كميات كده اسفنجيه من بتاع تقرف. يعني الواحد يقول يا ايه القرف ده؟ يستقذره. فاهم؟ يبقى حرمه الفيل من اجل الاستقذار لا من اجل وجود الناب. واضح؟ لأن العرب تستقذره. يبقى قد يحرم الشيء للضرر وقد يحرم الشيء للنص من القرآن والسنة وقد يحرم الشيء للاستقذار. يبقى أسباب تحريم الشيء إيه؟ إما أن يكون ضارا أو يكون مستقذرا، زي التمساح. تاكل تمساح؟ إيه القرف ده؟ فاهم؟ مستقذر. يقول لك اصله حيوان برمائي. فهل اذا نظرنا اليه من حيث البر فهو له ناب، واذا نظرنا اليه من حيث البحر فهو حل لنا ميتة البحر. فنيجي نقول لهم برضه يحرم، اختلط الحلال بالحرام غلب الحرام. بقواعد. طب افرض ان هو قاعد في البر طول النهار، مستقذر. العرب لما تشوف التمساح تعرف تاكله، يستقذروا اكله. فهمت ازاي؟ يبقى ايه؟ قد يحرم الشيء لاستقذاره او للضرر او للنص، وجود النص الشرعي. فهمت؟
او يحرم للاسكار في المطعوم والمشروب بقى. يبقى اسباب التحريم كتير، منها ان يكون مسكرا او يكون مفترا. مفترا يعني ايه؟ يعني يؤثر على الاعصاب كده، زي السجاير وزي الحشيش وزي الافيون، دي اشياء مفتره، فاهم؟ تحرم ايضا لانها مفتره. يبقى مسكر ومفتر. روايه ابي داود، فاكرين نهى النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر ومفتر، يعني يخدر الاعصاب حتى ولو لم يسكر، برضه منهي عنه، فاهم؟ يبقى اسباب تحريم المأكول والمشروب، اما ان يكون للضرر لسميته ضار، او ان يكون مستقذرا، او ان يكون منصوص عليه، او ان يكون مسكرا، او ان يكون مفترا، او ان يكون محترما. السبب السادس في التحريم كحرمة اكل الادمي، فالادمي محترم، فهمت ازاي؟ فيحرم اكله للاحترام لا للاستقذار، فهم؟ ولكنه لانه محترم. يبقى اسباب تحريم المأكول والمشروب ستة، تبقى عارفه ليه بقى؟ لان الستة دي لو وجد اي واحد من الستة في اي شيء ظهر يحرم برضه قبل ما نعرفه، فهمت ازاي؟ وعن ابي قال وحدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي ادريس الخولاني انه سمع ابا ثعلبة الخشني يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل كل ذي ناب من السباع. قال ابن شهاب ولم اسمع ذلك من علمائنا بالحجاز حتى حدثني ابو ادريس وكان من فقهاء اهل الشام. وعن ابي قال وحدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو يعني ابن الحارث ان ابن شهاب حدثه عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ثعلبة الخشني ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن اكل كل ذي ناب من السباع، يعني كل مفترس. يبقى معنى كل ذي ناب يعني كل مفترس من السباع، يدخل فيها الطيور الجوارح ويدخل فيها الحيوانات المفترسه. يبقى حتى الطيور الجارحه كالنسر وكالعقاب وكالحدقه، كل دي زيناب من السباع سبع، فهمت؟ فالسباع دي كل مفترس، فان كان من الطيور نسميها الطيور الجارحه، وان كان من الحيوان نسميه الحيوان المفترس، فهمت؟ اي الذي يفترس لياكل لا يفترس ليدافع عن نفسه. وعن ابي قال وحدثنيه ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني مالك بن انس وابن ابي ذئب وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد وغيرهم حاء. قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر حاء. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا يوسف بن الماجشون حاء. قال وحدثنا الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثل حديث يونس وعمرو، كلهم ذكر الأكل إلا صالحا ويوسف، فإن حديثهما نهى عن كل، مش عن أكل بقى، عن كل ذي ناب من السبع. يبقى في رواية نهى عن كل ذي ناب من السبع، وفي رواية نهى عن أكل كل ذي ناب، فهمت بقى؟ والمعنى واحد. وما يحرم أكله يحرم لبنه، كل ما يحرم إيه؟ أكل لحمه يحرم أكل لبنه إن كان من الحيوانات، ويحرم أكل بيضه إن كان من الطيور. يبقى لا يجوز أنك أنت تأكل بيض الحدقة ولا بيض النسور والعقاب وغير ذلك من إيه؟ من الطيور الجارحة. الاستقذار وايه؟ لا، الاستقذار سبب للحرمه، فاهم؟ الاستقذار انك انت تستقذره، فالاستقذار هذا يكون عله للتحريم، فاهم؟ سببا للتحريم. وعن ابي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن مالك
عن اسماعيل ابن ابي حكيم عن عبيدة ابن سفيان. عبيدة اوعى تقول عبيدة، عبيدة ابن سفيان بفتح العين، مهمة لان بيخطئ فيها كثير من الناس. عن عبيدة ابن سفيان عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. وعن أبي قال: وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس بهذا الإسناد مثله. وأنا رأيي أن كل ذي ناب من السباع يدخل تحريمه في الآية: قل أجل ما فيما حرم عليكم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فداخل في الآية. إزاي؟ لأن لو جئت بذي سبع يعني سبع وزكيت وذبحت، طالما ورد النهي عنه في الحديث النبوي صار ميتا، فدخل في الآية. فاهم؟ يعني أنا جبت أسد ورحت مكبت في الأسد ده وخدرته عشان أتمكن عليه، وبعدين قلت بسم الله الله أكبر وذبحته، يعني زكيته. فهمت ازاي؟ الذبيحة دي حكمها ميت، لان يحرم اكله بالحديث، فكل ما حرم اكله تزكيته لا تبيحه، بل تجعل موته حتى بالزكاة الشرعية ميتة. فهمت بقى ازاي؟ يبقى يدخل في الآية، لان الآية بتقول ايه؟ الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا. فهمت بقى ازاي؟ فيدخل برضه في الآية. ليه؟ لأن حتى لو زكيت ذي السبع، السباع دي كلها، فما زكيته منها لا يتزكى، لا يتطهر، بل يصير ميتة بموته، سواء كان الموت بزكاة شرعية أو حتف أنفه، سواء بسواء، فدخل في الميت. فهمت بقى؟ غير مأكول اللحم، جلده نجس، كويس، حتى ولو زكيته يطهر بالدباغ، يطهر بالدباغ. يعني ممكن تاخد فروة دب قطبي، الدب لا يجوز اكله لانه له ناب، مش كده برضو؟ لكن بيستعملوا الفروة بتاعته، مش كده برضو؟ بياخد الفروة دي تطهر بالدباغ، تطهر بالدباغ، فيستعملوها فورير كده يتدفوا بيه. فهمت؟ او يعملوها بلطو، مش كده برضو؟ مش كده بلطو؟ لكن مأكول اللحم بقى زي الخروف مثلا، لما تذبحه الفروه بتاعته دي تهرب حتى ولو لم تدبرها. فهمت بقى ازاي؟ تهرب. طب وبدبغها ليه؟ عشان احفظها، لان لو ما دبغتهاش حتنتن، بس مش عشان اطهرها، لان هي طاهره. فهمت بقى ازاي يا استاذ؟ ادي الفرق. يبقى ماكول اللحم جلده قبل دبغه طاهر اذا زكي. فهم؟ اما غير ماكول اللحم فجلده نجس سواء زكيته او لم تزكيه، فيجب فيه الدباغ مطلقا. فهمت بقى المساله؟ زي ايه؟ زي جلد التعابين. احنا في جلد اسمه ليزار، عارفه؟ اللي هو جلد التعابين، بيعملوا منه شنط ويعملوا منه احذيه ويعملوا منه حزام، مش كده برضو؟ ليزار، او ده عباره عن جلد تعابين جاي من عند السودان، من عند اسماعيل، او من افريقيا عموما يعني، واخد بالك؟ ده ممكن يكون في ماليزيا عندكم حاجات زي ده، لان عندكم تعابين كتير. التعبان يحرم اكله، يبقى لو سلخت جلده برضه ده نجس لانه يحرم اكله، لكن لو دبغته طهر بالدباغ، يبقى يطهر بالدباغ. فهمت ازاي؟ وعن ابي قال: وحدثنيه ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني مالك بن انس بهذا الاسناد مثله. وعن ابي قال: وحدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن الحكم
عن الحكم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. يبقى الطيور الجارحة والحيوانات المفترسة. وعن أبي قال: وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال: وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الحكم وأبو بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. وعن أبي قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر حاء قال وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أبو بشر أخبرنا عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال نهى حاء قال وحدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث شعبة عن الحكم. باب إباحة ميتات البحر وهي الحيوانات البحرية. ما حكم أكل الحيوان البحري أي الذي يعيش في المياه سواء كان مياه عذبة أو مالحة؟ لأن العرب تسمي المياه مطلقا سواء ملحة أو عذبة تسميه بحر، يعني عن نيل يقول لك عليه بحر. فهمت ازاي؟ حتى المصريين العوام يقول لك انا نزلت البحر النهارده، بحر ايه يا ابني في القاهره؟ يقول لك اني عن نيل يعني. فاهم؟ يعني عند الاستعمال عند العرب لما يقول لك البحر هو الماء المتدفق سواء كان عذبا او ملحا. فهمت بقى ازاي؟ فالحيوانات البحريه والحيوانات النيليه يعني التي تعيش في المياه العذبه اسمها ايه؟ ميتة البحار. ما حكم بقى اكل الحيوانات البحريه؟ ذهب الشافعيه الى جواز اكل كل الكائنات البحريه الا الضفدع، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله، وطالما نهى عن قتله يبقى نهى عن اكله، لانه لا يؤكل الا قتل. فلما نهانا عن قتل الضفدع كانه ينهانا عن اكله. واضح؟ ولذا ذهب الشافعيه الى عدم جواز اكل الضفدع من الكائنات البحريه لوجود النهي عن قتله. لكن كل الكائنات البحريه يجوز اكلها عند الشافعيه على الوجه الراجح. على الوجه الايه؟ الراجح. ما لم تكن سامه، بشرط الا تكون سامه، لان افرض في كائن بحري لو كلته تتسمم يبقى حرام لسميته. فهمت ازاي؟ حرام لايه؟ لسميته بقى او للضرر. لكن لو غير ضار يبقى يجوز تاكله كله. ده الراجح في المذهب. لكن الحقيقه ان المذهب فيه تفاصيل. يعني في وجه في المذهب وهو ان كل كائن بحري اذا كان مثيله في البحر في البر حرام يحرم اكله. يعني التعابين، انت في البر لا تاكل الثعبان حرام، يبقى لا يجوز ان تاكل ثعبان البحر. على الوجه ده فهم؟ طيب الحشرات لا يجوز اكل الحشرات كالصرصار كما ياكلونه في الصين مثلا، ياكلوا الصراصير ياكلوا الخنافس. طب واحنا ليه ناكلها؟ ايه عله عدم اكل الحشره؟ الاستقذار، لانها مستقذره. فهمت ازاي؟ اعمل لك سندوتش ذباب تقول ايه ده؟ لا مستقذر. فهمت ازاي؟ يبقى ايه العله في عدم اكل الحشرات؟ الاستقذار. يبقى حشرات البحر يجوز اكلها. زي ايه حشرات البحر؟ زي الجمبري. الجمبري ايه حشره البحر؟ فهمت ازاي؟ هل يجوز اكلها ولا لا؟ الوجه اللي بتاع الشافعيه ده يبقى لا يجوز اكله. فهمت ليه؟ لان مثيلها في البر حرام. فهمت؟ لكن الوجه الراجح ان كل حيوانات البحر تاكلها. سهلة؟ ما عدا الضفدع.
الملكيه كل حيوانات البحر تاكلها حتى الضفدع. يعني تروح هناك باريس تاكل شوربه ضفادع ما فيش مشكله على مذهب الملكيه. حتى الضفدع على حتى الضفدع. لان هناك في باريس مغرمين بايه؟ بشوربه الضفادع. يعني دخلت مطعم انا في باريس لما زرتها بيقول لي اجيب لك شوربه ضفادع. انا شافعي. لا يا عم مش عايزين. لكن لو واحد شريك كلها جنبك وهو مسلم مغربي بياكلها ويشربها على ايه؟ على مذهب الملكيه. فهمت؟ يعني ممكن يبقى قاعد جنبك واحد جزائري او مغربي قاعد بياكل شوربه ضفادع حلوه قوي مبسوط منها وانت شايفه حرام. فهمت ازاي؟ لان الملكيه يجيزوها. واضح؟ طب الكابوريا. الكابوريا مثلها في البر عقربه، عقرب. والعقرب يجوز اكله في البر؟ لا يجوز اكله. مستقذر سام. علتين في التحريم، مستقذر وسام. مش كده برضه؟ يبقى الكابوريا يحرم اكلها على هذا الوجه. لان مثيله في البر ايه؟ حرام. الترسه. الترسه في البر سلحفاه. مش كده برضه؟ السلحفاه في البر يحرم اكلها، يبقى الترسه يحرم اكلها. الكلب في البر حرام اكله، يبقى كلب البحر حرام اكله. فهمت بقى ازاي؟ الحمار في البر حرام اكله، الحمار الاهلي. يبقى حمار البر البحر. لو تفرض يعني انك انت اصطدت حمار من البحر. عايش في البحر، حمار بحر. فهمت؟ يبقى يحرم اكله. وهكذا على هذا الوجه. لكن هذا الوجه مرجوح في المذهب. هو وجه عند الشافعية يوافق مذهب الأحناف. يوافق إيه؟ مذهب الأحناف. لكنه مرجوح في المذهب الشافعي. الراجح في مذهب الشافعية يجوز أكل كل حيوان بحري. ولو كان مثيله في البر حرام طالما بحري، إلا أن يكون سامًا أو مستقذرًا. واضح؟ ويستثنى الضفدع. الملكية قال لك كله حتى الضفدع. واضح؟ الأحناف لهم تفصيل، قال لك ميتة البحر التي تموت بالصيد هي التي يحل أكلها، أما إذا طافت في البحر ماتت بنفسها فلا يجوز أكلها. يعني السمك الطافي على البر مات بحتف أنفه في البحر فطاف على السطح، يبقى لا يجوز أكله عند الأحناف. فهم؟ لكن يجوز أكله عند باقي المذاهب. فهمت بقى المسألة؟ يبقى المسألة فيها تفاصيل. التفاصيل دي مهمة تعرفها ليه؟ عشان لما تروح بلد بيأكلوا شيء جائز على مذهبهم وحرام على مذهبك لا تنكر عليهم. لا تنكر إيه؟ عليهم. مهمة الحكاية دي. وإلا هتعمل فتنة. فهمت؟ تروح هناك تعمل فتنة، تعمل مشكلة. وعنه به قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش. جسمها ايه؟ سرية سيف البحر. كانت في العام الثامن من الهجرة او السادس من الهجرة. سرية اسمها ايه؟ سرية سيف البحر. سيف البحر يعني شاطئ البحر. ارسلها النبي صلى الله عليه وسلم علشان يأخذوا عير لقريش بدلا من الاموال التي تركوها هناك عند هجرتهم. قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره. يعني كانوا في قلة فالنبي ادى للسرية كلها جراب تمر، شوال يعني شوال تمر كده ياكلوا منه. فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، تمرة واحدة. ده يدلك على أن الصحابة كانوا في قلة، وبالرغم من قلة المعيشة إلا أنهم كانوا في قوة من الجهاد. يعني ياخد تمرة في اليوم، الرجل ياكل تمرة في اليوم وخارج يحارب. ده إيه القوة دي؟ ما شاء الله.
الصحابة كان عندهم قوة وتقشف. فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، قال فقلت كيف كنتم تصنعون بها؟ قال له التمرة هتعمل إيه يعني؟ قال نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب علي من الماء فتكفينا يومنا. يعني ما كانوش ندغها، نقعد نمصها شوية كده وبعدين نطلعها ونشرب شوية مية، وأما نجوع تاني ندخلها تاني نمصها شوية ولا نشيلها نشرب شوية مية، على آخر اليوم نبلعها علشان عنده تمرة بكرة. يبقى إيه؟ نمصها بفتح الميمي ويجوز ضمها، نمصها نمصها، يبقى نمص ونمص لغتان صحيحتان. قال نمصها كما يمص الصبي، يعني غير ايه؟ يعني لا يندغها، يعني يمصها يعني لا يندغها بأسناني. ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا الى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. ولو جاعوا الخبط اللي هو ايه؟ اللي هو الورق الساقط من الشجرة لما يضربها بالعصاية كده، يخبطها بالعصاية كده يقوم ينزل ورق من الشجر، فاللي نازل بسبب الخبط ده يسموه الخبط، وهو اصلا طعام للدواب والحيوانات، ولكن بسبب القلة كانوا ياخدوا الخبط ده يبلوه ويأكلوه بسبب ايه؟ قلة الزاد. ثم نبله بالماء فنأكله. قال وانطلقنا على ساحل البحر. على ما وصلوا ساحل البحر طبعا كانوا جعانين وبقالوا مدة وفقدوا وزنهم، خسوا يعني. فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر. لما وصلوا عن ساحل البحر شافوا كده حاجة كده في وسط المية على قرب الشط كأنها كثيب رمل، كأنها تل رمل. فلما قربوا وانحصرت الماء عنها وجدوها حوت كبير سموه العنبر، حوت كبير كأن ربنا بعته لهم كله. فهمتوا بقى ازاي بعد ما جاعوا وخسوا بعت لهم دي ايه؟ يعني رزق رباني. فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر، وده نوع من الحيتان الضخمة. قال أبو عبيدة ميتة، بس دي ميتة، ما كانش يعرف بقى الحل ميتته. فسيدنا أبو عبيدة القائد بتاعهم قال لهم بس دي ميتة. وبعدين لما جاعوا أبو عبيدة قالوا كله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فقالوا كله على سبيل الاضطرار، على اعتقاد أنه ميت، لكن أكلوا بعد كده لما اضطروا، ليس أمامهم غيرها. يبقى اجتهد فحرمها، ثم اجتهد فأجاز أكلها للضرورة. يبقى يجوز الاجتهاد في العصر النبوي في وجود النبي. فهمت ازاي؟ لانه كان بعيد عن النبي فاضطر يجتهد. هيتصل بيه يقول له ايه؟ مش عارف يتصل بيه، مفيش موبايل. الو ايوه يا رسول الله، لقينا عنبر نعمل فيه ايه؟ ما فيش وسيله اتصال. فهمت ازاي؟ فليس امامه الا الاجتهاد. فهمت بقى المساله؟ يبقى يجوز الاجتهاد. فاجتهد قال ميتا فحرمه. ثم لما وجد الضروره والاضطرار ولا يوجد معهم اي طعام يكاد يهلكوا، لدرجه ان قيس ابن سعد ابن عباده كان معاهم في الجيش، فقيس ابن سعد ابن عباده كل يوم كان يذبح لهم ثلاث جمال، الجمال دي بيركبوها، فيروح ذبح ثلاث جمال ويمشوا على رجليهم، وتاني يوم يذبح ثلاث جمال ويمشوا على رجليهم، وبعد يومين يذبح ثلاث، لما ذبح لهم تسع جمال، طب بعد كده هيمشوا على رجليهم في الصحراء يموتوا يتعبوا. فقام ايه؟ توقف عن الذبح بعد كده بنصيحه من سيدنا ابي عبيده ابن الجراح، قال له ما تذبحش خلاص. فهمت؟ فلما اضطروا اكلوا منها على انها ميته ويجوز الاكل منها للاضطرار، فاكلوا بقى. فهمت المساله؟ قبل ما يوصلوا للنبي ويعرفوا الحكم. قال ابو عبيده ميته، ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا. قال فأقمنا عليه شهرا ونحن 300، كان عددهم 300، قعدوا 300 ياكلوا منه شهر وما بيخلص. حوت ايه ده؟ جبل.
جبل لحم حتى سمنا. قال ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن. وقب عينه يعني تجويف العين، تجويف عينه كانوا يغرفوا منها بالجرادل كده دهن، لدرجة كان يقول لك يقعدوا في وقب العين 16 واحد، في وقب العين الواحد يقعدوا 16 كده في العظمة العين بتاعة تجويف العين من ضخامته يعني. وبعد كده بقى قعدوا يلعبوا فيه، بعد ما فضوه قعدوا يلعبوا فيه. فقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا. قال ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه، يعني ايه تجويف ونقرة العين، بالقلال، والقلال دي الاواني الكبيرة الضخمة يعني. ونقتطع منه الفدر كالثور، يعني الفدرة، الفدر جمع فدرة، والفدرة هي القطعة، فكانوا يقطعوا منه قطعة اللحم قد الطور، واخد بالك، او كقدر الثوري. فلقد اخذ منا ابو عبيدة 13 رجلا فاقعدهم في وقب عينه. يعني بقى ايه لما لقوا الوقب كبير، سيدنا ابو عبيدة قال لهم طب اقعدوا كده هنا، فرس كده لقى 13 راجل قعدوا في وقب عينه من ايه اتساع العين. فأقعدهم في وقب عينه وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها. وخدوا ضلع من ضلوعه عملوها كده مقوس ضلع كده، قاموا جابوا جمل وحطوا عليه الرحل ومشوا الجمل برحله من تحت الضلع، يعني دليل ضلع ايه بقى، حاجة عرش كده، واخد بالك. وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها ثم رحل أعظم بعير، يعني أطول بعير عندنا رحل وحط عليه الرحل كمان، يعني فوق السلم حط عليه الرحل كمان. وبعدين قال له إيه، امشي يا جمل، مشي الجمل تحتيه من غير ما يغطي. وتزودنا من لحمه وشائقة، وابتدوا ياخدوا بقى اللحم بتاعه يقددوه، عادة العرب يحفظوا اللحم ازاي، بالتقديد بالتجفيف. فقعدوا بقى ياخدوا اللحم يقطعوه شائف يعني قطع، ويعرضوه للشمس يوم ينشف ويقددوه ويشيلوه معاهم عشان ياكلوا هم راجعين منه، كويس. وتزودنا من لحمه وشائقة. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا، عشان يطيب خاطرهم ان هو حلال 100%، ليس للضرورة بل هو حلال، لانه النبي لو اكل وهو في المدينة وليس في ضرورة دليل انه حلال صرف، فهمت ازاي؟ فالنبي يريد ان يطيب خاطرهم يعني. فذكرنا ذلك له فقال هو رزق اخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال فارسلنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فاكله، اللي هي الوشائق دي القديد ده. وعن أبي قال حدثنا عبد الجبار ابن العلاء قال حدثنا سفيان قال سمع عمرو بن عمرو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 300 راكب، وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عيرا لقريش، فأقمنا بالساحل نصف شهر. هناك قال لك قعدنا ناكل منه شهر، يعني قال نصف شهر، يبقى كانه كان بيقول ناويين كنا نقعد نصف شهر ولما جالنا الاكل كملنا شهر، فاهم؟ يبقى مفيش تناقض يعني، يعني هم لما كانوا رايحين ناويين يقعدوا اسبوعين بس، لما وجدوا الزاد كفايه فكملوا المهمه الى شهر، يبقى لا تناقض يعني. فاصابنا جوع شديد حتى اكلنا الخبط، فسمي جيش الخبط. فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منها نصف شهر وادهنا من ودكها، يعني دسمها وشحمها، حتى ثابت أجسامنا، يعني عادت أجسامنا لحالتها الأولى بعدما فقدوا أوزانهم يعني، حتى ثابت أجسامنا يعني عادت أجسامنا إلى هيئتها الأولى.
قال: فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه، ثم نظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل فحمله عليه فمر تحته. قال: وجلس في حجاج عينه نفر. الحجاج العين اللي هو العظم المستدير حول نقرة العين. وجلس في حجاج عينه نفر قال: وأخرجنا من وقب عينه كذا وكذا قلة ودك، يعني شحم. قال: وكان معنا جراب من تمر، فكان أبو عبيدة يعطي كل رجل منا قبضة قبضة، يعني في أول ما طلعوا يديهم قبضة قبضة، ثم أعطانا تمرة تمرة لحد ما قل ابتدى يديهم تمرة تمرة، فلما فني وجدنا فقده. يعني وكان قبل ما يقابلوا العنبر ده، يعني في سكتهم يعني. وعن أبي قال: حدثنا عبد الجبار ابن العلاء قال: حدثنا سفيان قال: سمع عمرو جابرا يقول في جيش الخبط أن رجلا نحر ثلاث جزائر ثم ثلاثا ثم ثلاثا ثم نهاه أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. احنا قلنا سرية الخبط دي او سرية سيف البحر كانت في الايه، العام الثامن من الهجرة، في العام الثامن من الهجرة، تسمى سرية الخبط او سرية سيف البحر اللي هي قابلوا فيها العنبر ده واكلوا منه. كان عددهم 300 وكانوا بيرصدوا عير قريش، يعني مجرد ان يرصدوها يعني ايه، مش يهجموا عليها، ده مجرد رايحين بس ايه، يعرفوا الطريق اللي بتسلكه عشان لو حبوا يعملوا اي خطة في يوم الايام متعلقة بالخطط الحربية يبقى كانوا يعرفوا الطريق، يبقى كأنها سرية استطلاعية بالمفهوم المعاصر. سرية خرجت لاستطلاع طريق ايه، تجارة الاعداء، عشان اذا خططوا خطة حربية في يوم الايام يبقى عارفين خط ايه الامداد وخط التموين كيف يقطعونه. فهمت ازاي؟ فيبقى دي كانت سرية استطلاعية. طبعا ايه بعدها جاء فتح مكة في العام الثامن من الهجرة، بعدها ايه بشهور قليلة فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بسبب ان قريش نقضت عهد صلح الحديبية. وعن أبي قال: وحدثنا عبد الجبار ابن العلاء قال: حدثنا سفيان قال: سمع عمرو جابرا يقول في جيش الخبط إن رجلا نحر ثلاث جزائر ثم ثلاثا ثم ثلاثا، تسعة. الرجل ده مين؟ قيس بن سعد بن عبان. كان ايه بينحر له؟ لأنه أهل كرم. أصل قيس ده أبو سعد بن عبادة كان ايه زعيم قومه في قري في 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 الخزرج في المدينة، وكانوا يحبوا يطعموا الطعام طريقتهم كده. فهو لما لقى الجيش جعان فقال: لا لا والله لا هذبح لهم. فقعد يذبح لهم على عادة أبيه. فهمت ازاي؟ فذبح لهم ثلاثة. وبعدين بعد كام يوم جاعوا تاني، ذبح لهم ثلاثة. بعد كام يوم جاعوا ثالث، ذبح لهم ثلاثة. أما أبو عبيدة قال له: كفاية عليك يا قيس كده. كده هنركب إيه بعد كده؟ فهمت؟ فنهاه وبعد ذلك إيه؟ قيس سيدنا أبو عبيدة. وعن أبي قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. قيس بن عبادة ده كان بالنسبة للنبي الياوران، بالنسبة إيه؟ لملوك الزمان ده، مش في الزمن ده بيقول لك فيه إيه الحراسة الشخصية لرئيس الجمهورية أو للملك يسموه الياوران، مش كده برضه؟ يبقى هو مسؤول عن الحراسة، يمشي أمامه كده يحرسه ويعمل له إيه؟ يعني بحيث يتلقى عنه أي حاجة مباغتة. كان قيس بن عبادة كان إيه؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، كان يمشي لانه كان ضخم طويل وضخم الجثه، فكان ينفع كده ايه بودي جارد. فهمت ازاي؟ شرطه يعني. وكان لا لحيه له، اجرودي. فكانوا قرايبه يقولوا ايه: لو كنا نعلم ان اللحى تشترى لدفعنا فيها كذا وكذا لقيس. قيس بن سعد رضي الله عنه. هو ده اللي ايه سيدنا لما سعد بن عباده قال يوم الفتح مكه: اليوم يوم الملحمه. فالنبي قال: كذب سعد، اليوم يوم المرحمة. وأخذ الراية منه وأعطاها لابنه قيس. فهم؟ اللي هو قيس بن سعد هو ده اللي نحر بقى ايه الثلاث جزائر.
ثم ثلاثا ثم ثلاثا ثم نهاه أبو عبيدة. وعن أبي قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة يعني ابن سليمان عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن 300 نحمل أزوادنا على رقابنا. وعن أبي قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن أبي نعيم وهب بن كيسان أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية 300 وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح ففني زادهم، فجمع أبو عبيدة زادهم في مزود. المزود ده هو الوعاء الذي يوضع فيه زاد الراكب في السفر، يسموه المزود. فكان يقوتنا حتى كان يصيبنا كل يوم تمرة. وعن أبي قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة أصل كان المسافة بين شاطئ البحر والمدينة 60 كيلو. فهمت ازاي؟ يعني عشان هما يوصلوا لشاطئ البحر وهم في المدينة يمشوا في الصحراء 60 كيلو. فهمت؟ مسافة طويلة بالنسبة ايه لسرعة الايه البعير، وفي صحراء قاحلة وارض غير ممهدة، وعشان كده ايه جاعوا وتعبوا رضي الله عنه. وعن أبي قال وحدثنا أبو كريب أقل مسافة من المدينة لساحل البحر 40 كيلو، هي تتراوح من 40 ل60 حسب تعريج إيه شاطئ البحر، من 40 ل60 كيلو. وعن أبي قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد يعني ابن كثير قال سمعت وهب بن كيسان يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية أنا فيهم إلى سيف البحر. سيف البحر اللي هو ساحل البحر، شاطئ البحر، البلاج باللغة بتاعتنا في المصايب، لأن كل ده اسمه سيف البحر. وساقوا جميعا بقية الحديث كنحو حديث عمرو بن دينار وأبي الزبير، غير أن في حديث وهب بن كيسان فأكل منها الجيش 18 ليلة. مرة يقول شهر، مرة يقول نصف شهر، مرة 18 ليلة. نقول زيادة الثقة مقبولة. فهمت ازاي؟ زيادة الثقة مقبولة، لأن ممكن تشابه الأيام يخليه ما يعرفش يعد. فهمت ازاي؟ يعني احنا عايشين مع بعض اهو، احنا قرينا كتاب الإمارة في صحيح مسلم في كم يوم؟ وديكم بتحضروا كل يوم كم يوم؟ لو كل واحد اتسأل كل واحد هيقول عدد مختلف عن التاني، مع ان كلنا حاضرين حديثة واحدة. واحد يقول 10 ايام، واحد يقول لا 12 يوم يا راجل، واحد يقول لا 15، واحد يقول انا عددهم 16، واحد يقول لا 17، ودي حديثة واحدة عايشينها. فهمت ازاي؟ يبقى انت ايه لا تستعجب ان ممكن تحصل حاجة زي دي مع الصحابة، لا معاهم نتيجة ولا ساعة، وخارجين قاعدين في الصحراء على شاطئ البحر. وممكن واحد يحسب 18 يوم، التاني يقول له ايه انت غلطت في الحساب ده، احنا النهارده 23 يوم مش 18. واحد تاني يقول له لا يا شيخ ده 25، انتوا ناسيين. واحد يقول له لا بقى لنا جي شهر، يروح مقربها تقريبا. يبقى كل ده جائز، عشان ما تجيش تقول شوف روايات متضاربه اشطب عليها، اقطع الورقه دي، ما ينفعش الطريقه دي. في ناس بتقرا السنه بالطريقه الغريبه دي. فهمت ازاي؟ يقول لك شوف مره يقول نصف شهر، مره يقول شهر، مره يقول 18، ده هو الروايه مضطربه. ارمي ايه يا جدع انت؟ واللي هيرمي ده لو سالته طب انت يوم ما اتخرجت وبنت نتيجه تخرجك من الكليه كان يوم ايه وكانت الساعه كام؟ يقول لك ايه؟ ناسي. مع ان ده يوم ما بيتكررش في حياه كل انسان الا مره في عمره، وبالرغم كده نسيه. فما بالك الصحابه لم يكن عندهم ساعات ولا كالكوليترز ولا نتائج ولا حاجات من دي، فكانوا ايه؟ اختلافهم في التاريخ وارد. فهمتوا بقى المسألة؟ وعن أبي قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عثمان بن عمر حا قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو المنذر القزاز
كلاهما عن داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا إلى أرض جهينة واستعمل عليهم رجلا وساق الحديث بنحو حديثهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم ونقف على باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وامداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.